رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أجرى بعد ذلك بمقر الاتحاد أو مجلس الاتحاد الروسي بالعاصمة الروسية موسكو محادثات مع رئيسة مجلس الاتحاد الروسي السيدة فالنتينا ماتيفينكو. هذه المحادثات التي شملت وفدي البلدين سمحت باستعراض واقع العلاقات الثنائية بين البلدين، كما شكل هذا اللقاء سانحة لبحث آفاق التعاون والشراكة بين البلدين باستغلال الفرص المتاحة والإرادة القوية لقيادة البلدين للمضي بعلاقات الصداقة التي تجمع البلدين إلى فضاءات أوسع من الشراكة والتعاون.